السلام عليكم. بسم الله، إن شاء الله نبدأ هلأ في كارديولوجي 2، واللي فيه رح نتناول أربع مواضيع رئيسية. الأول الهارت فيلير، الثاني أتريال فيبريليشن، الثالث هايبرتنشن، والرابع حيكون عن الكارديوفاسكولار ريسك ريدكشن. So, start with the first one. Yeah. نبدأ بالسؤال الأول. Easy question, inshallah. A 70-year-old man with hypertension and diabetes has a shortness of a breath with paroxysmal nocturnal dyspnea and orthopnea. On exam, you find a bilateral basal crepitation, S4, and the lower extremity pitting edema. An echo has been done and it shows ejection fraction of 55%. What is the type of heart failure? Systolic, high cardiac output, diastolic, corpulmonary. هذا السؤال يتركز على إيش؟ يتركز على فهم الطالب أو الدكتور لموضوع الهارت فيلير كلاسيفيكيشن. الشاشة ما بتتحرك عندي. على الهارت فيلير كلاسيفيكيشن، وإحنا عندنا تقريباً من 2 إلى 3 كلاسيفيكيشن نستخدمهم. الأول بيعتمد على الفانكشن، specifically على الventricular function، وزي ما احنا عارفين الباراميتر المستخدم واللي بيعبر عن الventricular function هو الإيجكشن فراكشن. And this classification is very important. ليش؟ لأنها ممكن تغير من المانجمنت according to it، الثيرابيز والدراجز اللي ممكن تستخدمها. التصنيف الثالث بيعتمد على السايت، is it in the right system or is it in the left system. التصنيف الثالث بيعتمد على الكاردياك اوتبوت، وهنا لازم نتذكر انه الايجكشن فراكشن مختلف عن الكاردياك اوتبوت. الايجكشن فراكشن هو نسبه، والنسبه فيها بسط ومقام. المقام راح يكون فيه التوتال اماونت اوف بلاد ان ذا فينتريكلز، يعني لنعتبر انه الفينتريكل كان فيه 1 لتر من الدم، كم من هذه ال 1 لتر قدر الفينتريكل انه يعمل له بامب تو ذا سيستم. فمن ال 1 لتر 75 ملي لتر تم لها بامب، فالان انا عندي ايجكشن فراكشن 75 على 100 75%، بينما الكاردياك اوتبوت هو ال 75 ملي اللي تكلمنا عنها مضروبه في الهارت ريت. طيب نرجع للتصنيف الاول اللي بيعتمد على الايجكشن فراكشن. اتس ايذر ريديوست، اند وين وي سي ريديوست وي مين بيلو 40%، او انها تكون بريزيرفد. بريزيرفد يعني نورمال، طبيعيه، اللي هي عاده أكثر من 50%. طيب في اسم ثاني للreduced ejection fraction which we all know اللي هو systolic heart failure. ليش؟ In the systolic the ventricles cannot contract. The ventricle متوسع dilated مش قادر يعمل contract. The ejection fraction is not sufficient so it will be reduced. بينما في diastolic the ventricles cannot relaxed. فبالتالي في عندي normal ejection fraction لأنه الventricle جالس يشتغل حتى أكثر من اللزوم. So ejection fraction أفضلها normal more than 50%. طيب ممكن الآن نتساءل في عندي من 40 إلى 50 في عندي 10% فين راحوا؟ This is what's called mid range، لكن إحنا ما رح نركز عليها. Just keep 40 and 50. According to the site now عندي left وعندي right. The left simply we have left ventricular dysfunction والright right ventricular dysfunction. We have a specific type في الright اللي هو الكوربولمونال. الكوربولمونال هي مشكلة أدت إلى فشل قلبي لكنها ما كانت بسبب القلب بحد ذاته primarily. It was due to what? Primary disorder in the respiratory system مثل COPD. أدت إلى pulmonary hypertension ورجعت البروبلم والبريشر باك تو ذا رايت فينتريكل وادى لرايت هارت فيلير. So this is according to the site. According to the cardiac output, we should notice انه الايجكشن فراكشن التصنيف الاول بغض النظر it was reduced or preserved كلهم الكارديك اوتبوت فيهم يا اما نورمال يا اما reduced، يا اما نورمال يا اما reduced. لكن في عندي الصنف الثالث او الصنف الثاني اللي هو high cardiac output heart failure اللي حنتكلم عنها لاحقا. طيب بالنسبة للإتيولوجي أو الأسباب، أي anatomical أو structural أو functional abnormality في الهارت، ومنها الميجور كوزز والميجور ديزيزز والموست كومن اللي هم coronary artery disease، myocardial infarctions، الهايبرتنشن، الدايابيتس، والفالفولار هارت ديزيزز. طيب الآن we should notice the specific causes according to the specific types اللي تكلمنا عنهم. حكينا في عندي low cardiac output نقسمها لسيستوليك ونقسمها لديستوليك. فهل في سبب يكون exclusive حصري في السيستوليك
وسبب ثاني حصري للديستوليك is there is a condition like that, especially in the cardiomyopathies. And as we know, in the cardiomyopathies, هي dilated, restrictive, أو hypertrophic. So, ممكن نشوف بالشات which type of cardiomyopathy بتسبب systolic dysfunction. Okay, some are saying dilated, how come? Okay, attention. Okay, so it's actually, خلينا نشوف ال dilated cardiomyopathy. لأنه في dilated cardiomyopathy حكينا systolic cannot contract. The ventricle cannot contract. مو قادر contract لأنه إيش already dilated. So it's dilated cardiomyopathy. الدايستوليك من الناحية الثانية حتكون إيش فيها؟ اللي هما الهايبرتنشن والريستريكتيف والهايبرتروفيك كارديومايوباثي. And these are the pictures عشان stick in your mind. طيب نروح على الهاي كاردييك أوتبوت وهي أشياء increase الأكسجين ديماند أو الأكسجين كونسومشن زي مثلا في الهايبرثايرويديزم كيس أو increase الكاردييك لود زي مثلا في حالة الأنيميا. طبعا مو حالة أي حالة أنيميا لازم تكون كرونيك بروفاوند أنيميا. في حالة السبسس as an end stage ممكن برضو تسبب heart failure. Don't concentrate في هذا. ركز على اللي فوق. So remember, systolic, reduced ejection fraction, dilated cardiomyopathy, diastolic, preserved, like hypertrophic. نرجع على السؤال. رح يكون في هذه الحالة systolic ولا high ولا diastolic ولا core pulmonary. الكيز اللي رح تساعدنا في الحل هي so direct, so basic. اللي هي ejection fraction 75. تمام. Diastolic. Preserved. Very good. خلصنا الجول الأول. ننتقل للسؤال الثاني. A mechanic comes to you in the clinic complaining that he cannot anymore tolerate doing his normal job activities as he will start having shortness of breath and fatigue. However, the symptoms go away if he sit down and rest. What is the NIHA class? Direct question. Class 1, 2, 3, 4. نشرح وبعدين نرجع إن شاء الله نشوف الفيدباك. طيب النايها سكور اللي هو New York Heart Association Classification of Cardiovascular Disability بتوضح السيمتومز اللي جاي فيها البيشنت خصوصاً إذا ديزنيا كم بتعيق الفيزيكال الحياة تبعته الفيزيكال أكتيفيتي الحياة تبعته الطبيعية. في كلاس 1 there is no any limitation سواء البيشنت بيشتغل أو سواء البيشنت at rest. ما في أي سيمتوم، ما في أي ديزنيا. من الناحية الثانية الـ other extreme هي class 4 رح يكون في عندي سيمتومز حتى at rest. Even he is sitting جالس في سريره رح يكون برضو عنده سيمتومز of ديزنيا. class 2 class 3 are the things in between الأشياء اللي ما بيناتهم. class 2 عادة تكون mild limitation والكلمة المفتاحية تبعتها هي cannot tolerate النورمال فيزيكال اكتيفيتي. يعني بس لما يجي يعمل النورمال فيزيكال اكتيفيتي راح تظهر عنده الديزنية. بمجرد انه يستريح ريست it will gone out. كلاس 3 الشيء اللي اقل من النورمال فيزيكال اكتيفيتي as it is highlighted here عندي gentle physical activity. طيب معظم اسئله النايها سكور ما بيكون الواحد ما بيعرف يحلها لانه مش فاهم الكلاس. هو بيكون فاهمها لكنه ما بيحلها لدواعي لغويه. يعني ما بيكون واحد فاهم بالضبط السؤال كإنجليزي كمصطلح إيش هو قصده بالضبط وخصوصاً في كلاس 2 كلاس 3. عشان هيك ممكن بس نوسع الترمينولوجي تبعتنا. مثلاً لو شفنا كلمة normal physical معناته هو بلمح ل 2. لو شفنا gentle physical معناته هو بلمح ل كلاس 3. لو شفنا كلمة slight limitation 2. لو 3 marked limitation معناته قصده 3. في أحياناً بتكلموا عن during exertional أتوقع بتكون more toward class 2. فهذا السؤال كمان مرة نجرب نشوف الإجابات إيش بحكي. cannot anymore tolerate doing his normal job activities. class B. very good. طيب لو حكى السؤال he cannot tolerate أو he have dyspnea during exertional but it's gone during rest إيش رح يكون class again during exertional but it's gone during rest. Okay, for me, أنا عن نفسي during exertional أحسها it goes more with class 2. لكن maybe someone have another يعني opinion عن الكلمة كإنجليزي. So it will remain a debate يعني. Okay, there's the question. Elderly patient was admitted to the ER with inferior myocardial infarction 2 days ago.
He now is complaining of shortness of a breath and has a bilateral basal lung crepitation. He is vitally hypotensive, but no fever. Just X-ray is showing a bilateral lung infiltrates. What is the cause of her shortness of a breath? Pulmonary embolism, cardiogenic cause, pulmonary pneumonia, or volume overload? في هذا السؤال رح نشوف الـ heart failure إيش هي symptoms that comes with it, symptoms with sign, the clinical features, وكيف ممكن منها نعمل differential diagnosis للـ heart failure. And always you should think systematically. نفكر بانتظام. The problem in heart failure تعتمد على ثلاث أشياء. أول شيء إن القلب مش جالس يضخ دم. So there is low cardiac output. المشكلة الثانية هي إنه we have increase in the afterload وحتى كمان في the preload. That's mean إنه راح يكون في عندي congestion من الدم في systematic في السيستم كله في blood vessels في البادي كله وبرضه في congestion من الناحية الثانية في pulmonary system في اللنك. So these are the three mechanisms. منها we can now نطلع كل السيمبتومز. في اللو كاردياك اوتبوت اذا ما كان في دم كفايه واصل لكل الجسم راح تظهر على شكل فتيج على شكل ويكنس. اذا ما في كفايه دم واصل كاردياك اوتبوت للبرين ممكن تظهر على شكل منتال ستيتس تشينجز. احيانا لما تؤدي في مراحل متقدمه الى الشوك ممكن تظهر على شكل هايبوتنشن. وفي حتى كمان ناس بيحكوا يعني بيشكوا من يورين اوتبوت انها صار لها ديكريزد some cases يعني because the cardiac output قل على renal system. So we finish from this. بالنسبة للsystematic congestion إذا كانت في كل البادي في البريفيريز فرح تأدي إلى pitting edema the classic pitting edema في الheart failure. إذا كان الcongestion في الhepatic venous system رجع فرح تأدي إلى abdominal pain لجندس. إذا رجع في الgastric system حيأدي لgastropathy حيأدي لنوجيا لloss of appetite. ومن هنا we have two specific signs اللي هم الجوجلر فينس ديستنشن والهيباتوسبلينوميجالي. And we do furthermore for this هيباتوسبلينوميجالي الهيباتوجوجلر ريفلكس تيست علشان differentiate is this هيباتوميجالي from cardiac cause or from a hepatic cause. How we do this عن طريق نضغط على الهيباتيك ونشوف الريفلكس هل زاد في الجوجلر سيستم or no. إذا زاد معناته المشكلة cardiogenic. ماشي. The pulmonary congestion it will lead to dyspnea with the specific types اللي هي orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea. إيش معنى orthopnea؟ Can we have some definitions في الشات؟ Orthopnea dyspnea بس إيش؟ When lying down. That's good. عشان هيك البيشنت يجي يشكي إنه يحط وساتين إلى ثلاثة وراء وهو نايم عشان يقدر يتنفس. Paroxysmal nocturnal dyspnea. Dyspnea ايش؟ Sleeping, night, wakes up during night. Good. Paroxysmal nocturnal dyspnea هي انه patient he is completely asleep. وفجأة صحي من نومه. ليش صحيت من نومك؟ لأني مختنق. Dyspnea. Also we have cardiac asthma and the classical sign of bilateral basilar rails. طيب. في هذه المرحلة عادة لما we have dyspnea orthopnea paroxysmal nocturnal dyspnea بيكون ال patient صار عنده pulmonary edema, fluids in the lung. A very high yield information here. لحديت هذه النقطة, we cannot differentiate is it a systolic or a diastolic heart failure. So what can we do? Because all of these can come with either type. How can we differentiate? Echo. لا ما بدنا echo. بس بدنا من clinical examination. يا إما sign يا إما symptoms. Okay. الجواب هو نفتح أذنينا. نفتح أذنينا during cardiac examination ونسمع for S3 or S4. عادة الـ S3 رح تيجي مع systolic heart failure والـ S4 رح تيجي مع الـ diastolic. ليش diastolic S4؟ لأن احنا عارفين S4 هو against a non-compliant ventricle بينما الـ S3 هي against very compliant ventricle. مين الـ compliant systolic يكون مرة dilated. مين الـ non-compliant اللي هو الـ hypertrophic أو restrictive اللي هو الـ diastolic. So S3 with systolic, diastolic S4. هنا في بما انه صار في عندنا كثير حوسه so we always want to think انه السؤال راح يجيب لي عرض او عرضين وانا منه لازم اعمل diagnosis. So this is from up to date. It say that the symptoms which is highly specific. ايش معنى highly specific؟ يعني بمجرد ما نشوفها خلاص we can exclude other diagnosis ونحكي انه هي فعلا heart failure.
ايش هي الهاي سبيسيفيك سيمتومز؟ هي اورثوبنيا باركسيزمال نكتوريا ديزنيا. فاي سؤال نشوف فيه اورثوبنيا باركسيزمال نكتوريا ديزنيا يعرف انه هو جالس يوديني ناحيه الهارت فيلير. بالنسبه للساينز هي الجاجلر فينس ديستنشن والاس 3 اللي تكلمنا عنهم. هنا انفستيجيشن خفيفة راح نتكلم عنها اللي هي البي ام بي والشيست اكس راي. ليش جبنا حنجيب سيرتهم؟ لانه they are also high specific in the point of chest radiograph ومن ناحية السي بي سي اللي نسويها البي ام بي. So if we have في البي ام بي it's elevated above 400 then it is most likely to be the cause. It is below 100 it does have a high negative predictive value. So you can say no, it's not. 100 to 400, not specific, not sensitive. In the chest x-ray, we have the ABCD classic, which is A, alveolar edema, appearing as a bat wing opacities. We have the curly B lines, cardiomegaly, more than 50% of the chest. D, dilated upper loop vessels, which is called the civilization of vessels. And E, which is the pleural effusion عن طريق الكوستو angle, clinic angle. Pulmonary edema. Pulmonary edema, الآن تناقشنا عنها, which is as a cardiogenic cause. But we have another causes of pulmonary edema, which is non-cardiogenic causes. The cardiogenic causes, it will be due to back increase in the hydrostatic pressure. القلب ما بيضخ الدم, الدم بيرجع, بزود the hydrostatic pressure على blood vessels, فالدم بنضخ فيه, أو الفلويدز بتطلع في اللنكس. In non-cardiogenic, no, it's problem due to the capillaries, the lung capillary itself permeabilities. So, in cardiogenic, we'll have fluid, but low protein. ناحية الثانية, fluid, high protein. What's the causes of cardiogenic? Cardiogenic. What's the causes of non-cardiogenic? It will be something like ARDS, something with infection. So we should notice another symptoms, symptoms of fever, etc. Opioid, pulmonary embolism, eclampsia. Going back to the question. Now, this patient is having inferior MRE 2 days ago into shortness of breath bilateral. من هذول الثنتين نحكي إن هو عنده heart failure. إيش سبب الheart failure? MI. وعنده hypotension وno fever. So what is the diagnosis? As you pick, اللي هو B. Yes, good. Cardiogenic cause of lung edema. إيش الشيء اللي ممكن يسبب بعد inferior MI 2 days بعد ما تحسن البيشنت يرجع يسوق ويدخل في heart failure again وpulmonary edema. It's a complication of inferior MI. تمام. اللي هي راح تكون إيش؟ papillary muscle rupture complication أدت لـ pulmonary edema. السؤال الرابع. A 55-year-old smoker man is brought to the emergency department complaining of a 3-day history of worsening shortness of breath, fatigue and edema. He has a history of hypertension, diabetes and gout. The blood pressure مرتفع 167/95. Oxygen saturation is 91. Which of the following is the most appropriate next step in the management? You give oral metoprolol, you give furosemide, digoxin, or corticosteroid with albuterol. Let's discuss the question. طبعا the question, we want to discuss the management of heart failure. This is the classic step ladder in how to manage the heart failure. اللي بيعتمد على 4 stages. Stage A, اللي هي في عندي risk, لكن there is no symptom. Stage B, في عندي صار structural heart disease, there is changes, abnormal changes, مع risk, لكن there is still no symptoms, no events has occurred. Stage 3, في عندي ال structural changes, عندي symptoms يا إما حالياً يا إما سابقاً. وفور اللي هي refractory. I just want you to concentrate على stage A و stage B. إنه إذا أجاك في السؤال أو جاك في السؤال patient asymptomatic ما عنده symptoms لكنه عنده risk factors أو عنده structural heart disease. فالمانجمنت هيعتمد على ال risk factor itself like diabetes, hypertension, etc. أو إذا كان عنده بدأت ال heart disease changes, structural changes رح نعطي ACE inhibitor. So if you found ACE inhibitor in the answer, pick it always. Asymptomatic patient with heart failure. لكن إذا كان السؤال more specific, then we should think more specific. المانجمنت, first of all, first step, نحدد من السؤال. هل هو بتكلم عن حالة patient with a chronic heart failure? اللي هو يجي patient with follow-up, already هو في البيت, بس
for follow-up في outpatient clinic ولا هو patient acute decompensated heart failure، يعني جاي عندي في الاي ار السيناريو قاعد بتكلم في الامرجنسي عنده أعراض he is unstable. إذا كانت why it's important to differentiate لأنه الجول في كل واحد مختلف عن الثاني، وإذا كان الجول مختلف الدرج والثيرابيز راح نستخدمها راح تكون مختلفة. الجول في الكرونيك هارت فيلير هو إنه نحسن الموربيديتي نفسها والسيمتومز نفسها ونحسن أو reduce the long term mortality so we choose the drugs especially for the mortality part. أما decompensated heart failure someone in the ER he is unstable so our goal is hemodynamical hemodynamic stabilization نعطي oxygenation ونعمل symptoms relief directly. So نرجع الآن للكرونيك. الكرونيك we have three primary drugs دائما نتكلم عنهم ACE inhibitors ARP أو الARP البيتا بلوكرز أو الديوريتكس. So these are the main three we use. في اختلافات بسيطة ما بينات السيستوليك والدايستوليك لأنهم ما عملوا هذا الكلاسيفيكيشن بس كذا أكيد في تفرقة راح تكون في الثيرابيز. في الريديوست إيجكشن فراكشن اللي هو السيستوليك الأيس والبيبي والدايوريتكس it is evidence-based إنه فعلاً reduce the mortality. لكن في الدايستوليك أو preserved ejection fraction البيتا بلوكر for example is not actually significant. الدايوريتكس it say okay use it but with caution. الاس inhibitor not significant in the reducing the mortality لكنها مهمة في managing the hypertension. So في preserved actually we are aiming the associated condition اللي تيجي معها عادة مثل hypertension أو الأتريال فيبريليشن. This is one. Number two, we said إنه a specific cause of systolic heart failure هو dilated cardiomyopathy. في dilated cardiomyopathy, sometimes they ask you what are the drugs that you want to use. المعلومة المهمة الهاي يلد هي بس إنه البيتا بلوكر is not significant in this type of causes. Not significant in decreasing the mortality. So if you have الاختيار بالACE والديوريتكس then choose these two not with the beta blocker. Who is which diuretics specifically reduce the mortality لان احنا عندنا انواع من الديوريتكس. Keep in mind السبيرولاكتون اللي هم الالتوسترون انتاغونيست هم اللي reduce mortality بينما اللوب diuretics they have no function زي الفيمزمون. Okay نروح الان للacute decompensated heart failure someone who is unstable ايش نعمل له؟ أي patient يجينا نعمل له حاجتين number one نعطي oxygenation number two نعطي diuretics انتهينا. Now you think about specifically إيش البيشنت جاي فيه. لو البيشنت تبعك مثلا عنده severe hypertension then you should give him a vasodilator. Vasodilator تستهدف ال arterial tone لأنه لما نعمل decrease إلها حنعمل decrease the afterload so we will solve the problem like nitroprusside. If the patient is having an inadequate response to the diuretics, لسه عنده volume overload, مع إن أعطينا diuretics, next step نعطي vasodilator. لكن vasodilator تستهدف ال venous stone, like nitroglycerin, عشان نقلل ال preload. إذا ال patient أجاني في ال ER, acute decompensated heart failure, ومعاه atrial fibrillation, drug of choice is digoxin. Very important information. السيناريو الرابع هو جاء بيشنت عنده هايبوتنشن بما معنى انه ممكن يدخل في شوك. هنا نرجع لنقطه الديفرنشيشن بين از ات سيستوليك اور از ات دايستوليك. اذا كان البيشنت عنده سيستوليك سو هي كانت كونتراكت ذا هارت از كانت كونتراكت اند بامب ذا بلاد فوي يوز اينوتروبس اللي هي زي ديبيوتامين اللي انكريز الكونتراكتيليتي تبعت الهارت. اما اذا اجانا بيشنت عنده دايستوليك سو وي نيفر شود يوز الاينوتروبس لأنه هو already الهارت شادد على أعصابه he cannot relaxed في الدايستوليك فأنت تشد على أعصابه ليش بزيادة ما يصير يعطي vasopressor like norepinephrine. Specific case هنا and sometimes تيجي في questions اللي هي الهكم أو الهكم اللي تكون معها ال LVOT left ventricle obstructive tract. In these cases we should use beta blocker. Beta blocker is actually the drug of a choice. ليش؟ في الهكم الventricle كمان مرة cannot relax شادد على أعصابه so we give beta blocker علشان نحكي له ارتاح نقلل الcontractility نقلل عدد النبضات القلب فلما يرتاح يقدر يرجع يشتغل كمان مرة بصحة وعافية so beta blocker is the drug of a choice.
again, going back to the question, this is a patient is coming to the ER, so acute decompensated heart failure. عنده symptoms اللي حكينا أصلاً منها إنه عنده HF, عنده blood pressure عالي, oxygen واطي. إيش هي next step? General things we said. Oxygenation, diuretics. So the answer will be B. Exactly. So it will be furosemide. طيب إذا كان السؤال مثلاً مش حاطط furosemide في الأجوبة وبيسألك what is the most initial وكان حاطط oxygenation, you should choose it. إذا كان السؤال بيحكي what you do for the hypertension itself لأنها 167, we pick nitroprusside. إذا كانت case scenario وهو وضح لك فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إنها dilated cardiomyopathy, فإيش رح يكون الدراج of choice؟ كمان مرة we said dilated cardiomyopathy. أنا حاطي خيارات ACE diuretics, هذا الخيار الأول, أو ACE beta blocker. ACE diuretics without beta blocker. Beta blocker is not significant. This is very important. سيناريو آخر اللي هو patient with hypertrophic cardiomyopathy. What's the drug of a choice? Beta blocker. That's it. Another information هي furosemide. It does cause hypokalemia or hyperkalemia? Hypokalemia. Very good. It does increase or decrease the uric acid. لأنه ممكن يكون عندي patient عنده gout مثلا. So use it with attention. ننتقل الآن إلى الأتريال فيبريليشن. A 77-year-old male with a history of diabetes, hypertension, old MI, came to the ER with palpitation. He had supraventricular tachycardia and two sets of carotid massage were attempted. He's still arrhythmic and after a while, patient suddenly had a picture of cerebral stroke. What's the nearest cause? So, patient, طبعاً الجواب واضح لأنه already الجول عن الأتريال فيبريليشن. Atrial fibrillation patient could come asymptomatic or could come with symptoms. Symptoms of what? Of any arrhythmia, لأنها زيها زي غيرها. What's the symptom of arrhythmia? Palpitation, dyspnea, dizziness, and syncope. The signs اللي ممكن ندور عليها وأهمها هي irregular pulse. زائد some underlying diseases signs. مثلا ممكن الأتريال فيبريليشن تيجي بسبب mitral stenosis. So we look for murmurs of mitral stenosis. With that being said, في عندي complication. الكومبليكيشن تعتمد أكثر شيء على فكرة إنه in atrial fibrillation the atrium is contracting, increase the contractility in the atrium, وصحيح إنها increased لكنها is مش كويسة, not effective as they said, ineffective. فلما تكون ineffective راح يكون في عند البلد له stagnation, ما راح يتحرك. فلما يصير stagnation للبلد راح تزيد احتمالية developing a thrombus. والثرومبس ممكن يصير لها embolization وتؤدي إلى complication المشهورة of thromboembolic events. إذا كانت في الرينال فهي رينال infarct. إذا كانت في splenic, splenic. وإذا كانت في البرين هتؤدي إلى stroke أو TI. أما على مستوى الهارت itself فممكن الأتريال fibrillation يؤدي لهارت فيلير. والهارت فيلير زي ما حكينا ممكن تؤدي للبولمونري congestion and pulmonary edema. أو إنه الأرثمية بحد ذاتها تنتقل من الأتريوم إلى الventricles وتروح في ventricular tachycardia, cardiac arrest, إذا كانت pulseless. طيب إيش هي الانفستيجيشن المستخدمة؟ The most initial and important one is the ECG to confirm the atrial fibrillation. لأنه السيمبتومز اللي حيجي فيها البيشنت أرثمية زيها زي أي أرثمية ثانية, زي أي يعني تكي أرثمية ثانية. So let's listen كذا few words عن التكي كارديا أرثميز. It's either originate إنها تكون جت من supraventricular يعني من الأتريوم أو إنه التكيكارديا جت من شيء تحت ال infraventricular أو من الventricles بحد ذاته. How we can detect is it supra or infraventricular tachycardia عن طريق ال QRX complex اللي هو بيعكس depolarization تبعت الventricle. إذا كانت المشكلة فقط زي في الأتريال fibrillation من الأتريوم ال QRX ما راح يتغير لأنه المشكلة مو في الventricle. فرح تضلها نارو أو حتضلها نورمال. إذا كانت المشكلة من الفينتريكل infraventricular رح تكون الفينتريكلز حتاخد وقت أطول في الديبولاريزيشن اللي جالس يصير, الكونتراكشن الكثير اللي جالس يصير حتاخد وقت أطول, فحتكون QRS complex أوسع, وادي QRS complex. Next step هي either narrow or
or wide، هل هي regular or irregular. في irregular narrow أهم واحد عندي فيهم اللي هو atrial fibrillation اللي إحنا حنتكلم عنه. So this is regarding the ECG وحنحكي شوي كمان more specific عنه. طيب the laboratory studies عادة we use it to evaluate the etiology. مثلا if it was the atrial fibrillation was because of myocardial infarction مثلا ممكن a cardiac enzyme. If it was because of صلى الله على سيدنا محمد heart failure حيكون في عندي مثلا PNP مرتفع وما إلى ذلك. الترانستراتيك إيكوكارديوغرام. This is very important and all patients with a new onset atrial fibrillation should go with it. يعني we should done this for them. ليش؟ Why we do echo for patient with atrial fibrillation to see the thrombus. So it is mainly for complication. Very good. And also ممكن نشوف left atrium يكون enlargement. There is atrial enlargement, which is something that happens with the atrial fibrillation. Another thing we do is the chest X-ray علشان evaluate the pulmonary disease or heart failure اللي as an etiology or association. في the ECG, how we read the ECG? First of all, we see the rhythm. The rhythm, as we said, is irregular when we calculate the RR مع الB. الريت طبعاً تكيكارديا والأتريال حيكون أكثر من الفنتريكولار. The most important thing هو الB wave بحد ذاتها. الB wave في الأتريال فيبريليشن حتكون what's called the F wave أو الفيبريلاتري wave. والPR interval حيكون indistinguishable. The QRS complex زي ما حكينا this is a supraventricular tachycardia فحتكون narrow QRS complexes. في عادة شيء نلخبط فيه هو الأتريال فيبريليشن والأتريال فلتر. So الأتريال فيبريليشن فيبريلاتري wave. This is the B wave. Atrial flutter, this is a sawtooth pattern. نرجع للسؤال. So it is what? Atrial fibrillation. اللي stroke أعطى التلميح, palpitation أعطى التلميح, وحتى two set of carotid massage أعطى التلميح, لأنه other type of arrhythmias نستعمل لها carotid massage and it could improve. بس هنا, it was not improved. ماشي, السؤال اللي بعده. A 63-year-old man comes to the emergency department because of retrosternal chest pain and palpitation started 2 hours ago. He had hypertension and other things. His pulse is 136 with irregularity. Blood pressure is 85. The lungs are clear. Cardiac examination shows no abnormalities. With ECG, كما هو موضح في الصورة. What is the next step in management? Digoxin, amiodarone, or synchronized cardioversion? So this question. Learning goal تبعه هو الهارت الاتريال فيبريليشن مانجمنت. What is the goals؟ من الجولز نقدر نحدد الدراجز اللي احنا بدنا نستخدمها. اول شيء في الاتريال فيبريليشن هو انا عندي اتريوم وهذا الاتريوم جالس يعمل ineffective contraction زي ما حكينا وحيكون في زياده stagnation في البلاد فممكن يكون عندي thrombus. So اول هدف عندي بخاف منه هو الانتي كوجيليشن عشان امنع الامبولايزيشن كومبليكيشن. هذا الفيرست جول. السكند جول هو اني انهي مشكله الاتريال فيبريليشن بحد ذاتها عن طريق اني اعطي ريذم كنترول. ريذم كنترول اذا ايش معناها؟ فور ذا اتريال فيبريليشن بروبلم اتسل. الجول الثالث هو الريت كنترول، والريت كنترول الهدف منه ان نعمل انهبيشن للاي في كوندكشن. فلما نعمل AV inhibition conduction الـ ineffective increased contraction للاتريوم ما رح تنزل للفنتريكل. ليش ما بدنا اياها تنزل للفنتريكل؟ علشان نحافظ على الفنتريكل كويس. ليش بدنا نحافظ على الفنتريكل كويس؟ to maintain a stable cardiac output. ما بدنا يدخل البيشنت في instability, hemodynamical instability. So we have three goals: anticoagulation, rhythm control for the atrial fibrillation itself منهيها, او rate control نعمل AV conduction عشان نمنع الفنتريكل انه يدخل في اريثميا also. So for anticoagulation we give aspirin and warfarin. For the rhythm control we do an electrical DC shock. Or sometimes we give pharmacological مع الالكتريكال او ما بعدها اللي هي الاميدارون. For the rate control we have the BCD. Beta blocker, calcium channel blockers or digoxin. هذا الـ goals with therapies. What is the algorithm or the approach? When أنا جاء عندي patient, first of all, make sure إن هو فعلاً atrial fibrillation, لأنه كلهم حييجوا بـ palpitation, etc. عن طريق الـ ECG زي ما حكينا. الخطوة الثانية هي إني أنا أحدد, is this patient with atrial fibrillation stable or non-stable?
hemodynamically stable or not stable عن طريق what's called 2H2S. هل عنده heart failure؟ هل عنده heart ischemia؟ هل عنده shock؟ هل عنده syncope؟ وننتبه في الشوك عن طريق the blood pressure. هل عنده hypotension ولا ما عنده؟ If he was hemodynamically unstable معناته أنه المشكلة خرجت عن السيطرة. So we should end it. لازم ننهيها. كيف ننهيها؟ عن طريق rhythm control اللي هو electrical cardioversion. أما إذا كان البيشنت hemodynamically stable ففي وقت أني أفكر زيادة. أفكر في إيش؟ أفكر في الكمبليكيشن. الكمبليكيشن هي thrombus. ما بين أنا أفكر حاعطي rate control. إيش هدف الريت كنترول؟ إني أحافظ على الفنتريكل السليم بينما أنا أتأكد من الكمبليكيشن موجودة أو حتصير أو لا. أعطينا الريت كنترول اللي هي بيتا أو كالسيوم أو ديجوكسن. Now I think, is this atrial fibrillation؟ صلها أكثر من 48 ساعة ولا لا؟ إذا ما كان صلها أكثر من 48 ساعة يعني أقل, so that means that it is new. طبعاً مش كلاماً, ممكن أعتمد على هذا أن يكون أخذ البيشنت إي سي جي قبل 48 ساعة, so I'm pretty sure. أما إذا كانت أكثر من 48 ساعة, so I have two options. يا أما أني أمشي بيشنت على anticoagulant for 3 weeks وأحكي له أرجع لي بعدين وأنا already أعطيته rate control فحمنع أي مضاعفات وحمنع الكمبليكيشن في نفس الوقت, so everything is good. أو see it in your own eyes, اعمل إيكو transesophageal إيكو by the ultrasound وسي إذا there is a thrombus or no. أعطيته anticoagulant أو you are sure إنه ما في thrombus في الأتريم في الألتراساوند, go to the definite treatment اللي هو cardioversion because we should end the problem. بعد الكارديوفيرجن نمشي على pharmacological amiodarone drugs. نرجع الآن للpatient. So this is a patient. We first need to make sure he is atrial fibrillation or not عن طريق الـ ECG, عن طريق الـ irregularity. Second step, إننا نتأكد من الـ hemodynamical stability. Is he stable or unstable? He has a hypotension. معناته إنه he is unstable. So what we should do? We should do a definite management. القلب already في حالة ارتلاها. So we do a cardioversion. Very good. تمام. طيب ممكن لو سأل مثلا ما كانش حاطط الكارديوفيرجن وسأل what drug is used for a rhythm control, في هذه الحالة إيش رح يكون الجواب؟ هو بي الأميدوران. إذا سأل specifically وحط بس drugs وسأل what's used for rhythm control فحتكون الأميدوران. So we finish now the atrial fibrillation, going to the hypertension. Question, an elderly female, 70 years old, newly diagnosed with hypertension, started on medication according to the GNC8 guidelines. What is the target systolic blood pressure reading for her? This is a direct question. Less than 120, less than 130, less than 140, less than 150. معظم بحكي 140. Let's see. So what's the GNC? It is the 8 Joint National Committee. هذه الكوميتي عملت released an evidence-based recommendation للهايبرتنشن من ناحية when you should start and initiate a pharmacological treatment, when to start, and what is your goal, what's the medication you use. And it divide the population into adults who is more than 60 years old or below, or specifically حكوا هايبرتنشن مع diabetes mellitus. So الفارماكولوجيكال تريتمنت انيشيشن والتارجت تبع الادلت مور ذان 60 هو 150 على 90. اذا اكثر تبدا العلاج. ايش الجول تبعك؟ اقل من 150, اقل من 90. الادلت اللي اقل من 60 سنه التارجت او الثري شولد تبعتي هي 140 على 90. اذا كان هايبرتنشن ودايبيتس راح تكون مشابهه للادلت بلو 60 اللي هي 140 90. سو نرجع للسؤال. السؤال البيشنت كم كان عمره؟ كان عمره 70 سنة. فمعناته إيش رح يكون الجواب؟ You want to make blood pressure less than what? Here 150. Yes, the answer is D. بل هي بس معلومة تحفظ يعني. A 65-year-old African-American man comes to the physician for a follow-up examination after presenting with elevated blood pressure reading during his last 3 visits. He has no history of major medical illnesses. The blood pressure tabat 150 over 90. Which of the following is the most appropriate initial pharmacotherapy for this patient?
كابتوبريل، إيس إنهيبيتورز، سي سي بي، كلوروفتاليدون. Okay, let's see the answer. ACE inhibitor is the most common answer. شوف صح ولا خطأ. First thing to discuss in okay. So the first thing to discuss in the hypertension management هو we either use monotherapy or a combination therapy. However, these are the drugs, all the drugs that we can use. Diuretics, ACE inhibitors, calcium channel blockers, vasodilators, sympathetic activity modulators like beta blocker, alpha 1 blockers, etc. However, the most three primary drugs that we always talk about, we always discuss, we always use is the primary drugs, diuretics, ACE inhibitor, and calcium channel blocker. So when to use? It's according to the to your patient. If the patient is a non-African American person, so the options that we suggest are evidence-based suggest here ACE inhibitors, thiazide with calcium channel blockers. Okay, if the patient was African American or above age of 55, then you have two options to use, either thiazide or calcium channel blocker. وهنا عندي more high yield information. إذا كان عندي isolated systolic blood pressure, يعني ال initial one more recommended هو thiazide. زي عند الهيدروكلوروثيازيد اوكي او الكلوروثيريدون. بس اذا كان البيشنت عنده ميتابوليك ديس اوردر مع الهايبرتنشن زي مثلا دايابيتس and he is African American person, so we go for calcium channel blockers. If the patient was having a chronic kidney disease, حنستخدم الACE inhibitor لانها found to improve the kidney outcome. اما اذا كانت البيشنت pregnant, it's of course contraindicated to use a furosemide ACE inhibitor or ARBs. So we go for what's have a mnemonic of mom loves healthy newborns: ridoba, labetalol, hydralazine, or nifedipine. What about beta blocker? إحنا حكينا من الصورة اللي قبل إنه beta blocker is not one of the primary drugs. اللي هم diuretics, the ACE inhibitor, and calcium channel blocker. The beta blocker تصير the primary drug إذا كان البيشنت عنده comorbidity of myocardial infarction, ischemic heart disease. تصير one of the primary drug إذا كان patient مثلا عنده heart failure. وخلينا نراجع إيش حكينا في heart failure. حكينا إنه إذا كان chronic with a systolic فمعناته beta blocker is very indicative و reduce mortality في هذه الحالة. أما إذا كان acute decompensated حكينا we should not use beta blocker never ever إذا acute decompensated إلا في حالة واحدة اللي هو إذا كان patient عنده diastolic hookup. وطبعا contraindicated to use it in cardiogenic shock. هنا بس في نقطة وحداني إنه إذا كان البيشنت إذا أجى البيشنت في البداية وكان السيستوليك بلاد بريشر تبعه أكثر من 20% من الثري شوت, يعني بيشنت 70 years old أجاني مثلا 140-150 هو الثري شوت, أجاني واحد 160 وأجاني another patient 180 أو 190 خلينا نحكي, واحد منهم الانكريز في السيستوليك بريشر أكثر من 20 mg, واحد منهم أقل من 20. What's the difference in these two patients? In the patient with 190, you will start directly with two drugs, ACE مثلا أو calcium channel blocker, etc. أما إذا كان patient أقل من 20 مقدار الانكريز تبعته, فرح نبدأ بمونوثيرابي as we said previously. كيف الفولو أب رح تصير؟ عن طريق انت بديت التريتمنت after one month يعمل فولو اب, اذا كان التارجت not reached increase the dose or second therapy, او اذا التارجت reached follow up with each 3 to 6 months. نرجع الان للسؤال. السؤال بيحكي عن 65 year old African American والبلاد بريشر تبعته 150/90. So how does that make the difference? خلينا نشوف الاجوبة. حلو, في ناس تحكي كالسيوم شان بلوكر, في ناس تحكي. طيب خلينا ننبه على نقطة, 155/90, التسعين is normal بالنسبة لواحد عمره 65 حكينا صح؟ so he is having isolated systolic exactly. so what do we use? نرجع واحدة عشان الميموري. حكينا African American isolated, it's recommended to start with what? thiazide.
So الإجابة راح تكون D. Okay. غير ذلك مثلا لو حكى لي patient نفس البيشنت بس اللهم صل على سيدنا محمد كان عنده مثلا diabetes والدايستول برضو مرتفع، ايش ساعتها راح نختار؟ equal and above بالضبط. في هذه الحاله مع diabetes حنختار option C. very good. طيب خلصنا تقريبا بس شويه اشياء عن cardiovascular risk reduction. A 50-year smoker patient has hypertension diabetes. أجعل كلينيك for follow-up. He is asking about what he can do to prevent occurrence of another event in the future. What's the most important preventable risk factor? هل هو الدايت؟ smoking؟ هل هو الهايبرتنشن؟ هل هو الديابيتس؟ أو الفيزيكال inactivity؟ Okay. المعظم جاوب smoking. وهو شيء متوقع. تمام. So this is from up to date. And it talk about the components of cardiovascular risk factors. في patient عنده hypertension وتطول القائمة ولا تقصر مثل hypertension, smoking, obesity, physical inactivity, dyslipidemia, diabetes, etc. etc. However, في up to date مكتوب إنه the most important risk factor هو الhypertension. It's not the smoking, it's the hypertension. So keep this information in your mind. تمام؟ Sometimes they ask about another information من ناحية الـ smoking. They will ask you about how much the smoking increase the myocardial infarction event occurrence. يعني كم من how many falls بزيدها 3-4-5-6 مرات. It is said إنه من 3-6 مرات. 3 مرات بزيد the myocardial infarction في المن وست مرات في الwoman. So keep in mind, hypertension هو the most risk factor. Also, the American Heart Association, علشان القائمة تطول ولا تقصر, so they developed the simple sevens. They said, don't smoke, being normal weight, being physically active, eating a healthy diet, having a normal blood pressure, having a normal blood glucose level, having a normal total cholesterol. طبعاً أول أربعة, as we know, this is the lifestyle factors, بينما آخر ثلاثة هم need more pharmacological prevention. بينما lifestyle, بس just stop it or do it. So again, the answer is راح تكون C. في ناس لسه تحكي بي مصرة. Let's go to update. Okay. Last thing. A 55-year-old female patient diagnosed with myocardial infarction and heart failure and was treated at the hospital. Upon her discharge, she asked you what is the best way to prevent another myocardial infarction. قبل ما نشوف الأجوبة, we said إنه في حالة chronic heart failure, خصوصاً لو reduced systolic heart failure, في ثلاث أدوية نستخدمها وأثبتت إنها حتقلل المورتاليتي اللي هي إيش؟ ACE, beta blocker, وديوريتكس. تمام؟ So now get to the answer. Use of aspirin for short duration. Use of calcium channel blocker, use of ACE inhibitors, use of spironolactone. لاحظوا إن السؤال يسأل عن the best one. Some saying aspirin, some saying calcium, some saying okay, ماشي. We have the concept of primary prevention and secondary prevention. The primary prevention, we prevent something from happening before it happens. يعني بس الآن أنا لساتني عندي risk factors. The primary prevention, أكثر دواء مشهور هو الأسبرين. It's statistically significant إنه فعلا reduce the MI. Okay. بالنسبة للsecondary prevention, أنا already صار عندي patient عنده cardiovascular event previously. مثلا قبل سنة صار عنده myocardial infarction, أنا فقط بدي أمنع إنه تصير له الإيفنت كمان مرة. So prevent the event. في هذه الحالة عندي اللي هو الستاتين is يعني statistically significant as a secondary prevention for adverse cardiovascular event. السؤال جوابه مو بالشرح هنا. السؤال جوابه شوي لنقلف في سلايدة الهارت فيلير بس أنا نسيت أحكيها إنه it was proven في الـ articles إنه الـ ACE inhibitor
مميز عن البقية مو بس إنه بيقلل المورتاليتي، بيقلل المورتاليتي عن طريق prevent ventricular remodeling. وعملية الventricular remodeling we don't enhance it، ما بدنا إياها تصير علشانها راح تؤدي إلى worse prognosis. So it is the ACE inhibitor one of the most important drugs اللي تشتغل على البروغنوسيس، أكثر حتى من البيتا بلوكر وأكثر حتى من الدايوريتكس. So the answer is C. Very good. Someone is saying please repeat. The ACE inhibitor, it was proven إنها تقلل طبعا البريلود وتقلل الأفترلود وهي ديكريز مورتاليتي، مثلها مثل البيتا بلوكر، مثلها مثل الدايوريتكس، لكن إلها ميزة إضافية بحيث تخليها جواب السؤال، لأنه السؤال يسأل عن البيست واي تو بريفنت. إيش هذه الميزة الإضافية؟ إنها تقلل واتس كود ليفت فنتريكولر ريموديلينج، وهي عملية تصير من الإنسلت اللي تصير للهارت في البروسيس تبع الباثولوجي during the events، فتمنع الفنتريكولر ريموديلينج وتحافظ عليه. أوكي، أول شيء yes in English. The first trick in answer A is using of aspirin for short duration. The second trick, إنه الأسبرين as I have said is used for primary prevention before the event occur. This is a patient who already have MI and heart failure previously. Okay? Okay. Okay, thank you. This is the resources. Any questions? You are welcome to answer. Thanks for your listening and participation.